أصيلة هي تيف واحد الدينامية وتيا مواكبة التحولات اللي كتعرفها العمالة ديال طنجة أصيلة. طبعا أصيلة عندها واحد الخصوصية، وهاد الخصوصية اللي جابنا اليوم باش نناقشوا واحد الموضوع من المواضيع المهمة ومن الدعامات الأساسية ديال التنمية ديالنا في البلاد، هو الموضوع ديال السياحة. طبعا كما كتعرفوا غادي ندير قبل ما ندخل في النقاش ديال المحور الأساسي ديال هذا اللقاء التواصلي، غادي نقول لكم بأن المبادرة الوطنية للتنمية البلدية اللي عطى سيدنا انطلاقة ديالها في 2005 مرت بثلاثة المراحل الأساسية. المرحلة الأولى بدأت في 2005، الثالثة في 2010، المرحلة الثانية بدأت في 2011، الثالثة في 2018، المرحلة الثالثة هي اللي احنا دابا فيها بدأت في 2019 وغتساني إن شاء الله هذا العام 2023 باش تبدا المرحلة الرابعة في 2024. علاش نضيفكم هذا السياق؟ باش نفهموا جميعا علاش حنا اليوم هنا وعلاش هذا اللقاء بالضبط. دونك اليوم حنا في واحد اللقاء تواصل بمدينة أصيلة، هذا اللقاء كيهدف بشكل أساسي إلى يعني الحديث والنقاش حول القطاع السياحي في مدينة أصيلة والمجال القروي المحيط مدينة أصيلة، خاصة في الجامعات ديال البريج، الساحل الشمالي، حد غربي وسيد اليماني. دونك حنا في واحد اللقاء تواصلي اللي الهدف ديالو الأساسي أولا نعرفوا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي المستوى الثاني نعرفوا ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ونعرفوا أيضا بالشروط والإجراءات المطلوبة من أجل الاستفادة من هذا البرنامج. طبعا الشباب اللي كنتواصلوا معهم اليوم هما يعني الشباب اللي مهتمين في هذا المجال ديال السياحة. كتعرفوا أن المجال أو القطاع ديال السياحة أصبح من يعني من المجالات الأساسية للتنمية البشرية، وفيه واحد مجموعة ديال الفرص الواعدة من أجل الاستثمار وايضا ضمان فرص ديال الشغل بالنسبه للشباب عن طريق سواء تمويل المشاريع ديالهم او عن طريق العمل في هذا القطاع، سواء القطاع ديال مثلا ديال الفندقه ولا القطاع ديال المطعمه الى غيرها من القطاعات الاساسيه. ومنها الشباب اللي كيهتموا بمجال لي روندوني والتجول في المناطق القرويه المحيطه بمدينه اصيله. هذا البحث عن تمويلات، كاين تمويلات كبيره تبارك الله موفرها الولايه خصوصا الشباب، من بعد كتكون لاكونطانيمون حتى في لا رياليزاسيون، ومن بعد لا رياليزاسيون يعني ما كيخليو ما كيطلقوا داك الشاب حتى كيكون واقف على رجلو، يعني ما كاينش الخطر، ما كاين حتى خطر. دابا كاين تخوف كبير من هاد المشاريع على من هاد الناحيه هادي. حنايا كنحاولوا نشوفوا الرواد، يعني كنقلبوا على رائدين اللي غيكونوا مثلا غيخدموا معاهم الناس بزاف. حنا شفنا التمويلات تبارك الله دازوا في هاد الاشهر هادو، تمويلات يعني كانوا مشاريع وكانوا دي سيرفيس، يعني كاين اللي عنده ان سيرفيس يعني يمكن له يديرو وكيتمول من طرف الولايه. حنا هنايا في هاد الصبيحه هادي في أصيلة، كنتواجدوا في أصيلة في اطار واحد الشراكه مع الولايه، مع المنتدى المتوسطي للشباب المغرب، ومع المعهد الوطني للسياحه. هاد الشراكه هادي جات في واحد الاطار ديال تقويه قدرات الشباب. كنا ديجا درنا واحد المشروع السنه الفارطه، هاد الشباب هادو تقريبا 30 شاب استفدوا من واحد التكوين، وقدرنا اننا يعني نولجوا لسوق الشغل. كاينين واحد الفئه اللي هي دابا في اطار انها تخلق مشاريع خاصه بها. هاد الصبيحه هادي جات واحد اللقاء تواصلي مع الشباب ديال اصيله ان شاء الله باش نحاولوا نخلقوا، عاد كنشوفوا معاهم لي فري بوزوان ديال المنطقه، غنحاولوا نخلقوا واحد المشروع في اطار تشجيع السياحه المحليه ويعني والدوليه، اللي غادي يكون فيها المعهد العالي الدولي للسياحه شريك، وهي كتتعلق بتكوين الشباب في الميدان ديال السياحه القرويه في مدينه اصيله والمناطق المجاوره. حنا كمعهد الدور ديالنا هو ان هاد الشباب يتلقى واحد التكوين متنوع ذو جوده عاليه نظرا للخبره اللي كيتوفر عليها المعهد العالي الدولي للسياحه. وسبق لنا ساهمنا مع الاستاذ العبد الثماني في بعض المشاريع ديال التكوين في المديان السياحي كذلك. وهذا التكوين هو تكوين متنوع، يعني كيخول الحاملين لهذه الشهاده من بعد ان شاء الله انه يولجوا سوق الشغل، وهما يعني مسلحين بواحد التكوين اللي ممكن يساعدهم في إنشاء مقاولة خاصة. اليوم
حدث مهم بالنسبة للشباب ديال مدينة أصيلة اللي كيتنظم هذا اللقاء التواصلي للفائدات مجموعة ديال الشابات والشباب حول موضوع غاية في الأهمية اللي كنعتبره هو السياحة وكذلك المشاريع المدرة للدخل لفائدات الشباب خصوصا المشاريع المبتكرة اللي كتهتم بالمجال السياحي ومجال الثقافي اللي يمكن لها أنها تمكن اقتصاديا هؤلاء الشباب من خلق فرص ديال الشغل لا لهم ولا الإخوان ديالهم. اللقاء هو بمبادرة ما بين المبادرة الوطنية التنمية البشرية بعمالة طنجة أصيلة كذلك يعني المنتدى المتوسط للشباب والمعهد العالي الدولي للسياحة بمدينة طنجة. إذن هذا اللقاء كيضم مجموعة الشباب اللي من الدائرة ديال أصيلة يعني هناك تواجد ديال العالم القروي الشباب الحاملين المشاريع أو لديهم فقط أفكار اللي يمكن لها التطور عبارة عن المشاريع وكذلك الشباب ديال مدينة أصيلة اللي غادي يستافدوا واحد مجموعة ديال التكوينات اللي مرتبطة بالمهارات الحياتية ببناء القدرات في مجال ديال المشاريع مجال ديال التواصل في القيادة في واحد مجموعة ديال الأشياء واللي يمكن لهم يحصلوا هذه النقطة هو يمكن لهم أنهم يحصلوا على الدعم ديال المبادرة التنمية البشرية. وحنا جد سعداء بهذا اللقاء التواصلي في مجال السياحة اللي قدموا لنا هاد المسؤولين وتبارك الله عليهم استفدنا معهم بزاف ديال الأفكار واللي يقدروا مثلا حتى المستفيدين من المبادرة أنهم يندمجوا مع هاد الأفكار هادو اللي عطاونا هما ويعطيونا إن شاء الله مشاريع سياحية بامتياز بالنسبة لمدينة أصيلة والنواحي. مدينة متوسط للشباب وحامل واحد فكرة المشروع دفعته المبادرة الوطنية للشباب. المشروع ديالي هو عبارة عن يعني بروغراماسيون وديكنوستيك اوتوموبيل وان شاء الله يا ربي هو في المدينة ديالي ما كاينش شي يعني شي واحد حل شي محل بحال هيدا ولا يعني شي واحد عنده شي فكرة باغي يزيد القدام ويدير شي مشروع بحال هيدا وانا كان يعني كنحاول وطامح ان شاء الله يا ربي ما كنطمحش نخدم شركة ولا طامح نكون ان شاء الله باترون ديال راسي يعني البداية ديالي نكون باترون ديال راسي من الاول ماشي يعني نخدم في الاول. التكوين ديالي في سنتر اتلانتيك وفي بي بي تي عندي جوج الاولى ديبلوم الثانيه اتيستاسيون ودابا ان شاء الله الثالثه في كازابلانكا. اللي خصنا حنا ناخذوا فيهم الانسياتيف ونقلبوا اشنو ممكن شنو القيمه المضافه في نفس العمليه كنهضروا على الجيد توريستيك ديال السيركويف اللي غادي يجي اي سائح اليوم شباب عندهم مشروع غادي يقول غادي نمشي نسق مع واحد لوطيل ديك الاجانب اللي كيجيو عندك حنا مستعدين عندنا نديرو لهم واحد السيركوي ديالهم لي روندوني في هذه المنطقه ونهبطو من البحر فلان فلاني واللوطيل غادي يرتاح ديك لاجونس دو فواياج حتى هي غادي اذا كل ولكن كيكون